كان تتبع ديال الاشغال بار دي بيرو دو كونترول ودار دون لي نورم انترناسيونال، سيتادير ما كاينش هاد الشيء. الشيء الوحيد اللي الناس كتلاحظ هو ان تي ديكالاج ديال لو بو على لابيل ديالو، داك الشيء هذا راه عادي لان الدراسه خدات بعين الاعتبار هكذا، لان لو بيلون كما كتشوفوا لو بيلون هو هذاك اللي معلق فيه الجسر في اللي الطول ديالو 75 هو مديور اصلا انكليني بواحد سير ان اونغ ديال 12 دوغري، وهذاك لونغ هو اللي عطاه الديكالاج ديال لو بون على لابيل ديالو شي حاجه، ماشي ان ديكالاج مي لا بوزيسيون ديال لو بون جا بحال هكذاك في الدراسات. لا ما عمرها توقفت الاشغال هنايا، بالعكس كانت غاديه اللي جعلت تعطال ديال الاشغال. هو بعض الاشغال ما كانش عندنا في الصفقات الاصليه وضاف ملحقات، ضافوا ملحقات ديزافينو اللي كيتزادوا حتى هما في لي ديلي وكل شيء. اما ما عمري توقفت الاشغال في لو بون. لا انا هذا لا اعرفه واش الغياب ديال المسؤولين، لان المسؤولين قاموا بعده زيارات لو بون قبل الافتتاح ديالو. كانت زياره ديال السيد الوالي، ديال العمده، ديال والي الام، ديال كل ديال السيد العامل، كلهم قاموا بزيارات الورش قبل الافتتاح ديالو، وهما اللي عطاو الانطلاقه ديال الورش. حركه مزيانه، ما بقاش ذاك الامبوتياج وذاك، ولات الحركه زوينه، كل شيء ساهل دابا. ممكن الضوء يشعل تمشي، ما بقيتيش توقع فيه جوج مرات ثلاثه، كنا نوقفوا ثلاثه اربعه نتعطلوا، دابا ولا مزيان. سي نورمال، حيت هذا الجسر غادي يخلي الناس اللي دايزين ديريكت لمراكش يدوزوا. من قبل كان كل شيء اللي داخل سيدي معروف اللي غادي مراكش كل شيء كيدخل في نفس الفوا، يعني شويه الامبوتياج بزاف ماشي شي شويه. كان في مشكل، كان هاد ستوب الناس واصله حتى الستوب، فايت الصوب فوقاني. دابا مزيان الحمد لله، جينا لقينا مزيانه. مزيانه ولات مزيانه، من قبل كان داك لي ترافو كنا كنتكرفصوا بزاف، سيرتو هنا كنبقاو تقريبا نص ساعه ربع ساعه. دابا مزيانه لي ترافو، ولكن كنا صابرين، راك عارفين كاين النتيجه من بعد. من قبل كان داك الغون بوان كانوا لي زاكسيدون بزاف كيطراو، دابا ولات مزيانه.